المواطنة طبخة. المواطنة مثل الطبخة يلي بيكون فيها شغلات كتير مختلفة، بس لما منحطهم مع بعض تطلع منا نكهة كتير طيبة. وبكل بلد بيكون في ناس إلهم عادات وتقاليد وبينتموا لأديان وطوائف وأصول مختلفة، ولحتى يكون البلد عمران ومتقدم لازم تكون متعايشة مع بعضها وبتحب بعضها. والمواطنة هي يلي بتنظم وبتخلط هي العادات المختلفة لحتى يصير البلد نكهته حلوة وفي كل الطعمات. والمواطنة بتعني إنه في حقوق وواجبات، والكل بهالبلد متساوين بالحقوق والواجبات، وما في تمييز بينهم لا على أساس الأصل ولا على أساس الدين أو الطائفة أو العائلة، ولا على أساس وضعهم المادي، ولا على انتمائهم السياسي أو الفكري. ولحتى يكون مفهوم المواطنة حقيقي لازم يكون المواطن فعال، يعني يساهم بإدارة البلد ويشارك بوضع مراقبة القوانين وتنفيذها. وهيك بيكون المواطن الفعال هو يلي بيهمه مصلحة البلد وبيهمه يشارك بتطويرها. يعني الزبال لما بيقوم بعمله على أكمل وجه بيكون مواطن فعال، والمحاسبة لما بتدير بالها على حسابات الشغل وما بتختلس كمان بتكون مواطنة فعالة، والصحفية لما بتنتقد الفساد والأخطاء بتكون مواطنة فعالة، وهلم جرة. والمواطنة بتقوم على ثلاث أشياء أساسية. أول أساس هو المساواة، والمساواة مثل المي أو الزيت بأي طبخة، بدونهم ما فينا نطبخ طبخة كبيرة. والمساواة بتعني إنه الكل له نفس الفرصة ليتعلم وليشتغل بالمهنة أو الوظيفة يلي بيحبها بدون ما يكون في واسطة، والكل يكون متساوي قدام القضاء بدون رشاوي وفساد، وإنه يكون عنا قدرة نحاسب أي مسؤول بالدولة من مرتشين أو فاسدين، وإنه يكون عنا قدرة لنوصل للمعلومات يلي بتفيدنا بمحاسبة هدول الناس. تاني أساس هو الحرية، والحرية مثل نوع الطبخة، ما فينا دايماً نطبخ نفس الطبخة كل مرة. والحرية بتعني إنه يكون المواطن حر يآمن بأي معتقد أو فكر، ويقدر يقوم بأي شعائر من شعائر الدين يلي بيآمن فيه، وإنه يكون ما في حدود أو قيود بإنه يتنقل بأي مكان داخل البلد أو خارجه. يعني ما في حدا يمنعه من السفر مثلاً أو ما يعطي جواز سفر، وإنه يقدر يحكي ويتناقش بحرية مع أي حدا من أهل بلده بخصوص أي مشكلة من مشاكل البلد ويناقش مستقبل بلده، وحرية إنه يأيد أو يرفض أي قضية أو موقف سياسي حتى لو كان الاعتراض ضد الحكومة أو الرئيس أو مجلس الشعب، وإنه يكون حر بإنه يشارك بالمؤتمرات واللقاءات سواء إلى طابع سياسي أو لا. ثالث أساس هو المشاركة، يلي هي مثل الملح والبهارات بالطبخة، بدونها ما ممكن يكون للطبخة نكهة، وبتعني إنه المواطن يشارك بصنع سياسات البلد الداخلية والخارجية، وضع الدستور والقوانين والضغط على الدولة بالمظاهرات السلمية يلي بتضغط على الحكومة أو المسؤولين ليغيروا سياستهم أو برامجهم أو قراراتهم، وإنه يكون عنده قدرة يشارك بالانتخابات العامة بكل أشكالها، ويكون كمان عنده القدرة إنه يشارك بتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات وأي تنظيم بينعمل ليخدم المجتمع أو بعض أفراد المجتمع، أو يكون عضو بأحزاب وتجمعات، وإنه يكون عنده قدرة ليشارك بترشيح نفسه للانتخابات العامة بكل أشكالها بما فيها الرئاسة. ومثل ما قلنا إنه المواطنة هي الطبخة يلي بتخلط كل مكونات المجتمع ببعضها لحتى يصير في وطن.